ما معنى هذا الإعلان؟ يعني بالتأكيد هناك رسالة ما. تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. أعتقد أن هنالك ثلاثة محاور رئيسية ممكن أن نرصدها خلال هذا التحرك الإيراني. الجانب الأول هو تفعيل ربما التوصيات التي رفعها المرشد الإيراني بالخروج من الدبلوماسية التي أسماها دبلوماسية التوسع والرجاء، وتكون هنالك لغة تحدي أكبر وهي الناجعة. صرح بهذه التصريحات قبل أسبوع خامنئي في لقاء مع الدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج. النقطة الثانية أعتقد بأنها رسالة تأتي قد تكون بالجانب الإيجابي، وهي بمعنى أن هنالك بعض الزيارات ستكون إلى إيران ربما بوساطة عمانية، وبالتالي قد تكون هنالك انفراجة بالملف النووي، لكنما إيران تريد عزل الملف النووي وقضايا المرتبطة بالملف النووي من الملف الصاروخي، وبالتالي لا تربط هذا بذاك. والنقطة الثالثة أعتقد تتعلق بالتهديدات الإسرائيلية باقتحام المنشآت أو ربما إجراء عمل عسكري على المنشآت النووية، خاصة وأن المخابرات الإسرائيلية والأمريكية اكتشفت مجموعة من الحفريات في جبال زاجروس الإيرانية. هل يعني للأمر انعكاسات أو تأثير على العلاقات مع الغرب؟ يعني أعتقد بأن هذا الأمر هو ضمن الاستراتيجية التي يريدها التيار المتشدد في إيران، التيار الذي يريد أن يداهن على الصعيد المنطقة، لكنما يبدي ربما نقاط أكثر متشنجة وعصبية تجاه الغرب. من هنا نعتقد بأن خلال الفترة الماضية مع كل انفراج نشهدها في المنطقة سنشهد موقف حازم تجاه الغرب بشكل عام وباتجاه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يجب أن ننتظر ربما حالة صراعية على الصعيد الخطابي على الأقل بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من طرف وإيران من طرف آخر. إذن الأمور مرشحة أكثر للتصعيد بين الطرفين؟ بالفعل أنا أعتقد بأن الأمور مرشحة إلى التصعيد، لكنما أعتقد أن هذا التصعيد في ظل الخلافات الداخلية الإسرائيلية وحتى الخلافات الداخلية في إيران المتعلقة بالمظاهرات والأوضاع الاقتصادية هي ستكون على الصعيد الخطابي، ولا أعتقد بأنها ستكون على الصعيد العملي. من هنا ممكن أن نتوقع تراشق كلامي أكثر مما يكون تحرك مباشر على صعيد هذا الملف، سواء على الجانب الإسرائيلي الغربي أو الجانب الإيراني.